أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. ذكرت وكالة رويترز أن العراق رفع أسعار نفط خام البصرة الخفيف في شحنات آيار إلى آسيا بزيادة 0.10 دولار عن الشهر السابق. وبحسب الوكالة فقد تحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في شحنات آيار عند 60 دولارا فوق خامي عمان دبي بارتفاع 0.50 دولار عن الشهر السابق. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل في شحنات آيار بخصم 0.90 دولار عن خامي عمان دبي، ما يشكل ارتفاع 0.50 دولار عن الشهر السابق. مع استمرار عمليات التهريب في العراق، أعلنت هيئة النزاهة تنفيذها عمليتي ضبط لحاويات في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة. وقالت الهيئة إنها ضبطت 3 حاويات في ميناء أم قصر تحتوي على دراجات نارية بغية تهريبها والتهرب من الرسوم الجمركية والضريبية، مبينة أن هذه المواد محظور استيرادها وممنوعة من دخول العراق. أعلن مصرف الرافدين عن تقديم تسهيلات لمنتسبي القوات الأمنية والموظفين والمواطنة رواتبهم وحاملي بطاقة الماستر كارد لدى المصرف. وقال المصرف إن التسهيلات المعلن عنها ستشمل حصر التقديم على شقق مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد. والجدير بالذكر أن هناك ملفات فساد رافقت مشروع مجمع بسماية، كما شملت عمليات توزيع الشقق وفق المحاصصة. كشفت مصادر صحفية في حكومة الوحدة الليبية عن توافق وشيك بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب حول تعيين شخصية جديدة لتولي رئاسة المؤسسة الليبية لاستثمار الصندوق السيادي التي تدير أكثر من 66 مليار دولار، في خطوة من شأنها معالجة أزمة الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج. وقالت المصادر إن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماما كبيرا لملف الصناديق الاستثمارية والأموال المجمدة في الخارج، كونها باتت الحكومة الموحدة التي تمتلك صفة الشرعية المعترف بها داخليا وخارجيا. دعت واشنطن وصندوق النقد الدولي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أن الأخير أحرز تقدما في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الهدف هو الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقدمت الولايات المتحدة في نهاية آذار الماضي مساعدات تجاوزت قيمتها المليار دولار للسودان من أجل مساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي التي تقدر بنحو 50 مليار دولار. ارتفعت أسعار النفط، حيث أظهرت بيانات من الصين ارتفاع نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 63.52 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 23 سنتا إلى 59.93 دولارا للبرميل. ختام الموجز، إلى اللقاء.